الآن للمتابعة ينضم إلينا من بيروت العميد إلياس حنا الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية. سيادة العميد أهلا بك معنا. قديما قالوا زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا أبشر بطول سلامة يا مربع، هل هذا ما نفهمه اليوم من خطاب حسن نصر الله؟ أنا أعتقد هناك خطابين أساسيين، يعني منهم من يقول أنه لا يريد الحرب وفي نفس الوقت يلوم حزب الله لعدم الدخول. يعني هناك عدة مستويات لهذا الموضوع، ولكن يجب أن نفهم بالمعنى الاستراتيجي. يعني الخطاب ساعة ونص، الأهم فيها هو ما يقارب ال10 دقائق تحدث فيه عن لبنان، يعني الواقع الإقليمي وأسباب الصراع وكيف تم التخطيط له وعدم معرفته بالأمر، وهذه كلها تعتبر من الهوامش الأساسية. ولكن لب الموضوع هو موقف حزب الله الجبهة الشمالية أو جبهة جنوب لبنان تجاه الصراع. اليوم ما حاول أن يقوم به، وأنا أحلل بالمنطق وليس بالقلب أو العاطفة، اليوم ما حاول أن يقوم به السيد هو عقلنت ما يسمى بالإنجليزية rationalization، يعني عقلنت السلوك الذي يقوم به، تفسير 57 من مقاتلي حزب الله مقتل، 3 ما هو المنتظر منه وعن الساحات بشكل عام. ولكن يجب أن نفهم هذا الواقع التكتيكي والاستراتيجي من منطلق أساسي. يعني بعد 7 أكتوبر بدأت أمريكا تتحرك، بدأت إيران تتحرك، وكأننا انتقلنا من الوكيل إلى الأصيل. بعد فترة مما حصل عدنا إلى الوكيل، ولكن مع تقييدات استراتيجية مهمة، والدليل على ذلك هو زيارة قاآني، القائد العسكري قاآني، يعني البديل الذي أتى بعد الجنرال قاسم سليماني إلى بيروت، وكأننا نرى تقييد معين لعملية معينة كي لا تفلت الأمور من بعضها بشكل أساسي. الحديث قبل الخطاب عن انقلاب في الموازين يمكن أن يحصل، ولكن هل ما بعد الخطاب بالفعل حدث الانقلاب في الموازين واطمأنت إسرائيل كما يقول الخبراء والمحللون من داخل إسرائيل هذه الليلة، وأن حماس خذلت وغزة وحدها؟ يجب أن نفهم الخطاب، وأنا لا أدافع عن الخطاب ما أو ضده، ولكن يجب أن نفهم الواقع على الشكل التالي. الاستراتيجية الكبرى الإيرانية في المنطقة تقوم على أن حماس هي جزء أساسي من هذه الاستراتيجية، ولكن حزب الله هو الاستراتيجية أو هو العمود الأساسي لهذه الاستراتيجية. يعني اليوم إذا تدخل حزب الله أو لم يتدخل، إذا لم يتدخل هل يربح أكثر أم يخسر؟ وإذا تدخل هل هذا التدخل هو مضمون؟ مع أنه الحرب في حال التدخل ستكون مختلفة عن العام 2006، وهو ما تحدث عنه السيد في خطابه عندما قال ثبتنا. يعني جبهة لبنان هي جبهة إشغال وتثبيت، يعني فلنعد لنعدد القوى التي ثبتها حزب الله في هذه المنطقة، ولنقول أنه تشغيل وتثبيت لمنعها من الذهاب إلى غزة، ولكن في نفس الوقت لهذا التثبيت وجه آخر، يعني وكأن هذا التثبيت يشكل ردع لحزب الله، لأن هذه القوة قادرة على الرد على حزب الله. يعني هناك وجهين لهذه العملة أو لهذا الموضوع. أنا أقول إذا لم يتدخل حزب الله، اليوم حال إسرائيل في الداخل اقتصاد، معنويات، وهو تحدث عنها، يعني حزب الله رابح بعدم التدخل، فلماذا التدخل بهذا الشكل؟ وكأنه اليوم محاولة فتح كل الجبهات. يعني الجبهة اليمنية ليس بالضرورة أن تكون تقصد إسرائيل، الجبهة اليمنية ليست فاعلة بالقدر الذي تؤثر على مسار المعارك. القوات في العراق والميليشيات في سوريا ليست قادرة. لب الموضوع وثقل الموضوع هو في حزب الله. هل تعتقد أنه يمكن أن يتغير هذا الموقف سيادة العميد في ضوء هذه المعطيات مع استمرار هذه الحرب؟ اليوم حماس محاصرة في مدينة غزة كما تشير التقارير الإسرائيلية. فلنرتكز على ما قاله السيد حسن نصر الله، قال
تصعيد الجنوب هو متعلق مباشرة بالتصعيد في غزة. طيب دعنا ننظر إلى ما يجري في غزة. من الشمال الغربي من بيت لاهيا هجوم، من معبر أرتس وبيت حانون هجوم، وتم التطويق أو أخذ المناطق الزراعية الفارغة. من الوسط على من الوسط يعني 6 كيلومتر الأكثر، هو أيضا دخل بهذا المحور، وبالتالي تم التطويق وإمكانية الوصول إلى شارع الرشيد. فإذا نحن في المرحلة المهمة هي التطويق، وبالتالي الدخول إلى داخل غزة، وهنا المعضلة والمشكلة الإسرائيلية. وأنا أعتقد أن الرهان أن تكون إسرائيل منغمسة في حرب شوارع في الداخل ليحصل ما حصل في العام 2006، وتكون إسرائيل قد خسرت ضد لاعب من خارج إطار الدولة بالعام 2006 حزب الله، بالعام 23 حماس، وبالتالي تكون إيران رابحة دون التدخل. يعني الأرباح هي أكثر بكثير من الاستثمار، وبطريقة معينة عادة تحصل. إذا ربحت حماس تربح إيران معها، وإذا خسرت حماس تخسر حماس لوحدها. طيب تمام، ما المتوقع سيادة العميد في هذه الجزئية تحديدا؟ يعني هل يمكن لجيش الاحتلال الإسرائيلي مع تواصل هذه المعارك أن يتم تغيير في سياسة الحزب تجاه ما يجري في قطاع غزة، أم أن الأمر خلاص حسم بالنسبة لحزب الله لن يشارك في هذه الحرب؟ هذا الأمر يتعلق نعم بالوقت المعطى لإسرائيل لتحقيق إنجاز ما وتقول فيه، هذا ما يسمى بنظرية الانتصار. يعني إلى أي درجة ومتى تعتبر إسرائيل نفسها أنها حققت؟ قد تبيع هذا الأمر إلى الداخل الإسرائيلي، متعلق أيضا بالرهائن. ما هو الوقت المعطى لها؟ وما هي الكلفة المنتظرة والتي تقدر إسرائيل على تحملها؟ عندما نتحدث عن مدينة غزة، هي أصعب من الموصل، أصعب من الرقة، وهي محضرة سلفا. هنا يبدأ هذا الأمر. وأنا أعتقد أن الرهان لحزب الله هو صمود حماس في مدينة غزة، والوصول إلى مرحلة يستنزف فيها الجيش الإسرائيلي كل القدرات لتسقط الصورة بالفعل، وبالتالي إحراج الولايات المتحدة الأمريكية. من هنا قد تأتي زيارة بلينكين إلى إسرائيل لإدارة العملية بطريقة معينة، ووضع الحد الأقصى الذي من الممكن أن تصل إليه، وبشكل أن تكون حماس ليست قوية إلى درجة تعيد تهديد إسرائيل غلاف غزة وما شابه في وقت قصير، وليست يعني مقضى عليها بدرجة أن لا يكون هناك بديل لها في قطاع غزة. وحدة الجبهات، هذا المصطلح انتهى سيادة العميد. وحدة الجبهات هي شعار، ولكن يبقى بالتنفيذ. يعني اليوم عندما نتحدث عن وحدة الجبهات، هي ليست جبهات متواصلة جغرافيا. اليمن يعني اليمن 2000 كيلومتر تقريبا عن غزة، و1600 كيلومتر عن إيلات، وهي تهدد أكثر بعض الدول العربية. في العراق وفي سوريا هي ميليشيات قائمة. يعني اليوم إيران ليس هناك من جيش إيراني يقاتل جرار كما حصل بالحرب العراقية الإيرانية بالعام 80 88. فإذا أنت في هذه المنطقة، ماذا لو في السيناريو الأكبر، ماذا لو أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية مع الأكراد من شرق الفرات، بالإضافة إلى مساعدة من التنف وإغلاق هذه الحدود التي يتم الحديث عنها؟ يعني اثنين، هل العراق يقبل بفتح الجبهة بشكل كامل وشامل؟ وهذا الأمر يعني مهم جدا، لأنه الرد الإسرائيلي والرد الأمريكي على الاعتداء الميليشيات العراقية على قواعدها لم يأتي إلا في سوريا ولم يأتي في العراق، وهذا احترام لسيادة واتفاق مع العراق بشكل معين. فإذا أنت أمام صحيح وحدة ساحات، ولكن مركز الثقل فيها أو ما يقال بالإنجليزية لينش فين، هو حزب الله، ومن هنا نعم، كان العالم ينتظر ماذا سيقول السيد. أشكرك جزيل الشكر سيادة العميد إلياس حنا، كنت معنا من بيروت، الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية.